عندنا الجيست بوك، وده حاجة مهمة جدا في اليوم، هو عنصر مهم قوي بالنسبة لينا. الجيست بوك ده اللي هو عبارة عن النوتس مثلا، او الكتاب بتاع الاهداء زي ما بيقولوا عليه. الشكل اللي موجود هنا النهاردة ده عبارة عن بدلة وفستان، يعني هو دلوقتي احنا مجمعين الاتنين مع بعض عشان ما نعملش تفرقة بقى للموضوع. في عندك الجزء ده كده، الجزء اللي هو بتاع الفستان بتاع العروسة، ده اللي هو قرايب العروسة وصحباتها وكل المعازيم بتوعها هما اللي بيكتبوا فيه. الجزء التاني اللي هو بتاع العريس، ده اللي أهل العريس بيكتبوا فيه برضو وصحابه وكل الناس اللي هم عايزين. ممكن الورق بتاعنا يبقى كتير مثلا، ويبقى فيه ناس مثلا ما كتبتش يوم المناسبة بتاعتنا، ممكن احنا نستغله بعد كده ان احنا بنحط فيه صور. ممكن بنجمع صور لينا في اليوم دوت مع اصحابنا اللي هم ممكن يكونوا كتبوا لنا في الجست، وبنحطها في نهاية الجست في الورق الباقي معانا. ممكن اخليه برضو ألبوم يعني؟ ممكن يبقى ألبوم. ما هو يعني هو الميزة بتاعته في كده، ان هو احنا ممكن نستغله ألبوم، ممكن نستغله ان هو يبقى جست. طب عايزينك تكلمينا عن الخامات اللي استخدمتيها في ده. الخامات اللي انا استخدمتها فيه هو ورق كرتون للستاند الاساسي اللي انا ايه بشتغل عليه. ورينا بقى، هو ممكن ما يبقاش باين من هنا، يعني هو اللي تحت ده ورق كرتون. تمام. ورق كرتون، او في ناس بتقول عليه فوتوهول، يعني ده ليه اسم تاني، يعني اللي هو الاسم اللي هو فوتوهول. بعد ما بجيب ورق الكرتون انا طبعا برسم عليه الشكل اللي انا عايزه اعمله. بعد ما ارسمه بقصه. بعد كده ممكن بجيب مثلا البطانه بتاعتي، هو من ورا نفس الظهر لون واحد، بحط طبقه اسفنج. تمام. سفنج. طبقه الاسفنج بحطها على ورق الكرتون بلزقها. بعد كده بجيب طبقه الستان اللي هي الطبقه الاساسيه النهائيه، بشدها كويس مفروض. بعد ما بشدها بشتغل انا كده، خلصت الارضيه اللي تحت، بيجي على الارضيه اللي فوق، المفروض ان انا ببقى قصها على نفس الحجم بالظبط بالتساوي. بعمل نفس الحكايه، بقص ورق الكرتون على القطعتين بتوعي، لان القطعتين فوق منفصلين مش زي اللي تحت. بقص القطعتين المنفصلين، ببطن كل واحده بالسفنج برضو. بعد ما ببطن بالسفنج برضو بحط الستان، بقفل من جوه طبعا لان بيبقى عندي زيادات من شده القماش معايا مثلا. ببتدي بقى ازين من بره، يعني ممكن ازين بكذا طريقه او كذا شكل مختلف، مش شرط شكل معين. انا ممكن بحط مثلا الشريط اللي هو الاستراس ده، او شريط الدانتيل مثلا، ان هو يبين لي تقسيمه الفستان مثلا من الوسط شويه. هنا في بدله العريس انا عامله الشريط الاستراس ده هنا ان هو ينطق شويه مع الارضيه السوداء، وعلشان كمان لما احط مثلا جزء الستان الابيض ده هنا اللي هو بيعوض لي عن القميص بتاع البدله، واحط له الاستراسات الاسود دي فيبقى باينه شويه. طبعا هنا عاملين البيبيون برضو بتاع العريس. هنا برضو شغل الاستراس اللي موجود هنا ده احنا عاملينه لان المفروض ان في ديزاينات فساتين العرايس برضو بيبقى فيها شغل استراسات كتير وكده. تمام. طب هل في شروط معينه للجيست بوك ولا اي حاجه؟ لا، هو مفيش شرط معين، بس عموما ممكن بيختلف الجيست بوك معانا على حسب المناسبه، يعني ممكن يبقى في مناسبه اللي هي الفرح، ممكن يبقى في خطوبه، ممكن يبقى في حنه، ممكن يبقى في سبوع، ممكن يبقى في عيد ميلاد. فده اللي بيفرق معانا، او ده الشرط اللي هو بيحكم علينا في الشغل مثلا. يعني انا دلوقتي ده الجست ده بتاع فرح، فانا بعمله ابيض واسود او اوف وايت واسود طبعا بناء على لون الفستان بتاع العروسه. هل ممكن تصمم الجست وبناء على الفستان العروسه شكله عامل ازاي او القاعه عامله ازاي؟ طبعا. ازاي؟ على حسب الشغل اللي موجود عندي في المكان، او على حسب الديزاين بتاع الفستان بتاعها، انا ممكن بدخل الخامات معايا. يعني ممكن يكون الفستان بتاعها مثلا القماش بتاعه مش ستان، ممكن يبقى الطبقة النهائية بتاعته كلها تول او جوبير او دانتيل او كده، فانا ممكن اخلي الطبقة النهائية عندي بعد ما عملت ستان اخليها كلها مكسية بالجوبير او الدانتيل او التول، وبشتغل عليها برضو. لو بقى مثلا الجست بوك خاص بخطوبة، فانا عندي مثلا عروسة ممكن يكون لون الفستان بتاعها اللون الازرق، ممكن عروسة اللون الأحمر، ممكن اللون الفيروزي، ممكن لون السيمون، في ألوان كتير طبعا درجة الأيام دي، احنا طبعا جو صيف والألوان منتشرة جدا،
فانا بناء عليه بحدد اللون بتاع الجست. ممكن ما يبقاش بدله وفستان، يعني ممكن يبقى حاجه تانية شكل عادي خالص، اللي هو شكل مستطيل مثلا زي كده او شكل مستقيم. تمام، اللي هو ده. تمام، ده عملتيه ازاي بقى؟ ده نفس الفكره برضو. يعني انا الشغل بتاعي من جوه، الشغل بتاعي من جوه برضو ان انا جبت ورق الكرتون، هو وورق الكرتون ده اساسي معايا. تمام، بعد ما حطيت ورق الكرتون انا جبت الاسفنج برضو. ده كشكول يا مرهان؟ شبه الكشكول؟ هو بيبقى من جوه حاجه شبه الكشكول، لان هو التصميم بتاعه الديزاين بتاعه عادي. في فرق ما بينه، ايوه في فرق ما بينه طبعا وما بين الشكل التاني اللي كان معانا. الشكل التاني احنا لما بنحط له الورق من جوه بنقسم له تقسيمات او تفريغات، اللي هي بنقدر نمسك بيها الطبقة اللي فوق مع الطبقة اللي تحت. تمام، هنا احنا ممكن نجمع الورق عادي من جوه. تمام، بحيث ان هو هيبقى الورق متداول معانا، يعني اللي هو ايه، احنا ممكن هنقلب كده على طول. كل واحد بيقلب وبيكتب معانا. ممكن حد بيكتب مثلا هنا وبنسيب المكان هنا ان احنا نحط صورة. تمام، بعد ما حطينا طبقة الاسفنج جبت طبقة ستان حطيتها. بعد كده اشتغلت بالجبير من فوق، قماش الجبير ده هو بيبقى مش قماشة طبعا سادة زي الستان، ومش نفس الملمس خالص، هو ملمس تاني. بيبقى فيها رسومات معينة كده. انا بعد ما حطيتها حبيت ازينها برضو بحاجة تانية، يعني ان الفستان بتاع العروسة كان الفستان اصلا الشغل بتاعه جوبير مع لولي وكده، فانا حبيت ان انا ادخل حبات اللولي دي معاه. طيب، اديته شكل تاني طبعا، نطقت الموضوع شوية. عملت من هنا شريط فيونكة كده بسيط خالص، وحطيت عليه فص من هنا من عند الفيونكة من النص. جبت القلم، القلم طبعا انا ببقى مدية مساحة للقلم كده ان هو يبقى في متداول الايد، يعني انا ما بقاش حاكمة نفسي قوي. في نفس الوقت بحب ان انا اخلي القلم متصل بالجست علشان ما يضيعش مننا. انا بيحصل كتير انه ممكن يضيع مننا في القاعة ما نلاقيش القلم اصلا. يعني تصميم القلم شكله رايق. انا عملت له برضو نفس الفيونكة اللي انا عاملها هنا مع حبات اللولي اللي انا مدخلها اصلا على الجست من فوق. القلم بلولي بس، مش حاطه له حاجه ثانيه؟ لا، مبطنه من تحت طبعا بالستان. تمام، ببطنه الاول بالستان علشان لو في اي فراغ مثلا موجود عندي ما بين حبات اللولي ما يبقاش باين. تمام. وبعد ما يعني بعد ما بكتب او قبل ما بكتب، لو انا حاطه الجست مش بستخدم القلم، ممكن مثلا بعلقه هنا كده. تمام، اللي هو برضو ايه، ما يتوهش مني. تمام، ما يضيعش مني. تمام، اوكي. لو واحدة عايزة بقى تعمله في بيتها، تعمل الجسم ده في بيتها بس بأبسط أبسط أبسط الإمكانيات، ايه تجيب ايه؟ بصي، هو عموما أغلب الخامات اللي موجودة تمام اللي احنا بنشتغل بيها حاجات متوسطة أو في متناول الإيد، يعني ورق الكرتون والسفنج والقماش الستان والجوبير، كل دي حاجات متوفر منها خامات في مستويات. يعني ممكن خامة منها مثلا تبقى سيان مثلا بعشرة جنيه، في منها نفس الشكل بس الخامة بتاعته اعلى شوية تبقى عاملة مثلا 30 أو 40 جنيه. فهماني؟ فانا مثلا بروح دلوقتي الحاجة عايزة اعملها بشكل لذيذ وحلو ومش عايزة اكلفها، فانا بجيب الخامة اللي هي على قد الميزانية مثلا بتاعتي. تمام؟ في عروسة بتبقى عايزة تكلف الحاجة قوي، في عروسة عايزة تعمل حاجة متوسطة، وفي حاجة يعني حد عايز يعمل حاجة عادية. فانا بناء على اللي هم محددينه معايا او اللي احنا بنتفق عليه انا بروح اجيب الخامه مثلا. فاهماني؟ بس، ويعني هي انا مش شايفه ان الموضوع مكلف قوي، يعني حاجات بسيطه وشيك ولذيذه، احنا ممكن نقعد مع نفسنا كده في اي وقت فاضي ممكن نقعد ونشتغلها وبتطلع معانا حاجه شيك في الاخر. تمام، يعني بناء على مكان الفرح، بناء على الفستان بتقدري تصممي. هو بناء على المكان، يعني انا مثلا ممكن ابقى عاملة فرح في قاعة صغيرة. تمام، المعازيم مش كتير.
الناس المدعوين للفرح مش كتير، المكان صغير مش كبير قوي برضو، عاملين ديكور بسيط وسيمبل خالص. فانا ممكن اروح مثلا اخد جست زي ده، ده جست بسيط خالص، ده اخده معايا. لو انا عامله بقى في مكان كبير او مكان اوبن مثلا، لو مكان اوبن على فكره انا ممكن ما استخدمش الجست ده ولا الجست ده خالص. احنا في حاجة تانية ممكن نعملها، اللي هي بتبقى حاجة زي الشجرة بيبقى نازل منها ورق. طبعا احنا عاملين في مكان اوبن، يعني جنينة مثلا وفيها شجر وفيها خضرة وحاجات، انا ممكن اجيب الشجرة دي وبيبقى نازل منها الورق بتاعها، وكل ورقة ممكن بكتب فيها الاهداء بتاعي. دي فكرة لذيذة جدا يعني بالنسبة للأوبن بليسز برا، يعني انا ممكن اشتغل عليها تبقى افضل كتير او ماشيه اكتر قوي يعني، واحس ان هي حاجه لايقه قوي على جو المناسبه. تمام. سواء بقى خطوبه او لا، في بيت عادي، احنا في البيت ممكن نستخدم الشكل العادي ده او الشكل ده برضو مش مشكله. يعني اي شكل منهم هيمشي. اوكي.